يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة النهاردة حلقة غاية في الأهمية، عندنا كلام وتفاصيل مهمة جدا جدا وتوضيحات كمان هنوضحها لحضراتكم على مدار فقرات حلقة اليوم من هذا البرنامج. لكن دايما كمان بيكون معانا بعض الأخبار سواء المحلية أو العالمية، وقبل كل ده زي ما أنتم عارفين كل ما يتعلق ويخص نادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر التفاصيل والأخبار اللي بتتعلق بالفريق الأول تحديدا. لكن الأهم أيضا تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقة النهاردة. السؤال بيقول إيه؟ وهو سؤال بيتعلق برأيك إيه في سر الفوز بالتسعة دوري أبطال أفريقيا، وده كان ترند في الحقيقة امبارح، وكان سؤال من خلال الحساب الرسمي للنادي الأهلي على الصفحات المختلفة للنادي على السوشيال ميديا، وهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير من الحلقة ونشوف رأي حضراتكم إيه وإيه هو كان السر في الفوز بالبطولة التاسعة اللي كانت غائبة عن النادي الأهلي وقدر النادي الأهلي يفوز بيها. لكن دايما البداية بتكون بأهم العناوين. يلا في ترند الأهلي، الخطيب يبحث مع موسيماني احتياجات فريق الكرة. الفريق الأول يختتم تدريباته اليوم استعدادا للإنتاج. أما في الترند العالمي، تقارير جديدة تؤكد اهتمام ليفربول بتجديد عقد صلاح. طيب، الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن بشكل رسمي خلاص المواعيد الجديدة للجولات الجديدة لبطولة الدوري المصري. احنا عارفين كانوا حددوا 7 جولات وبتتلعب، وآخر جولة من السبعة هتبقى مباراة بكرة بالنسبة للنادي الأهلي وبعض المباريات الأخرى في بطولة الدوري. لكن السبعة التانيين أو المباريات اللي تم تحديدها بشكل رسمي هقول لحضراتكم تحديدا فيما يتعلق بالنادي الأهلي. النادي الأهلي هيكون بعد مباراة الإنتاج زي ما أنتم شايفين كده على الشاشة، عنده مباراة البنك الأهلي، دي هتكون يوم الأحد 17 يناير، تمام؟ وبعد كده عنده المقاولين يوم الخميس 21 يناير، دي هتكون الساعة 5، وبعد كده هيلعب بيراميدز يوم 26 يوم الثلاث هتكون الساعة 7:30، وبعد كده الأهلي هيلعب يوم الثلاث 16/2 اللي هو هيكون بعد العودة بإذن الله تعالى من بطولة كأس العالم للأندية، هتكون مباراة الأهلي وسموحة يوم 16 فبراير، وهتكون الساعة 7:30 أيضا. وبعد كده الإسماعيلي أيضا هيكون يوم 10 مارس على استاد الجيش برج العرب الساعة 7:30، وبعد كده مباراة إنبي والأهلي دي لسه ما تحددش ميعادها، لكن هتكون يوم 22/4، لكن ما تحددش ميعادها يعني توقيت المباراة هيكون الساعة كام هيتم تحديده لاحقا. وبعد كده عندك طلائع الجيش وادي دجلة، أو عفوا طلائع الجيش الأهلي وطلائع الجيش، دي هتكون يوم مباراة يوم تحديدا يوم 28 فبراير على استاد السلام. طيب دي بعض المباريات اللي تم تحديدها في الجولات الاخرى المقبله من بطوله الدوري الممتاز واللي تم الاعلان عنها بشكل رسمي من قبل اللجنه الثلاثيه اللي بتدير الاتحاد المصري لكره القدم في الفتره الحاليه. لكن هنروح لفاصل وما تزهقوش من الفاصل، استنونا ارجعوا لنا بعد كده عشان عندنا كلام مهم جدا جدا هنتكلم فيه مع بعض، استنونا. انا مش بعرف ازوق الكلام او الامور اللي انتوا بتبقوا عارفينها دي، او مش بعرف اجمل الكلام يعني، فانا بدخل في الموضوع على طول. ولو حضراتكم تفتكروا امبارح احنا كنا اتكلمنا بعد الاخبار والتلميحات اللي خرجت من الزميل العزيز سيف زاهر واللي اتكلم فيها على ان في يعني جس نبض وان في 3 رجال اعمال بيتواصلوا مع لاعب رحل من النادي الاهلي لنادي كبير ومش هو نادي الزمالك، هو قال كده يعني مش نادي الزمالك، فعرفنا خلاص قصده على انهي نادي وعلى انهي لاعب وكلام من ده. واحنا بكل تقدير واحترام وادب، واحنا ده اللي متعودين عليه دايما من خلال اكيد متابعه حضراتكم لينا عارفين كده، قلنا ان الكلام ده مش حقيقي وان الباب ايه، ان الباب ايه، الباب مقفول، مقفول خالص، تمام، وخلصت القصه على كده، ما خدناش دقيقتين امبارح في الموضوع ده. لكن واضح ان الاحلام بتتزايد، وواضح ان الامور بتتطور بشكل كبير جدا، وواضح ان في توجه ما ضد الاهلي ولاعبيه من اعلام المفروض ان هو اعلام محايد. حلو حلو، فانا هبتدي حضراتكم كده على طول. يعني الكابتن سيف زاهر مع احترامي ليه هو المستشار الاعلامي لنادي مين؟ لنادي بيراميدز. ركز معايا في الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم. الكابتن سيف زاهر طبقا للمعلومات اللي احنا وصلنا لها، وهي بالمناسبه برضه عشان ابقى واقعي مش معلومات اكيد، مفيش خبر مؤكد بالجزئيه دي، لكن انا لما لقيت الموضوع رايح ناحيه الاهلي قوي
ورايح ناحيه اللاعب الفلاني والعلاني، وان في جس نبض من بيراميدز مع الاهلي عشان حمدي فتحي وعشان الكلام من ده. فقلت لا بقى، احنا لازم نعرف في ايه، نتطقص كده ونسال ومش عارفين. فلما سالنا عرفنا ان الكابتن سيف زاهر المستشار الاعلامي لنادي بيراميدز في خبر غير معلن حتى الان، وارد بقى يتم نفيه يتم تاكيده، وده اللي هنشوفه خلال الفتره اللي جايه. وانا ما عنديش مشكله، يعني ما فيش مشكله، عايز تبقى مستشار اعلامي لنادي معين اوكي، دي حاجه تخصك، لكن ما تخصكش ابدا ابدا ان وانت على الهواء في قناه محايده في اعلام عام انك تحاول تساعد النادي ده انك ترفع عنه الضغوط، وانك تحاول تسند بعض لاعبيه وتساعدهم في عوده مستواهم من خلال الاخبار الكاذبه، مع كامل احترامي اخبار كاذبه وفقاعات بتتقال علشان يتم جس النبض. وهو امبارح بقى قال لك ايه؟ قال لك في تعاون هيحصل ما بين الاهلي وبيراميدز، وفي جس نبض ما بين بيراميدز مع اداره النادي الاهلي عشان يتعاقدوا مع حمدي فتحي. هو ده التعاون؟ يعني التعاون ان انا اروح اديهم حمدي فتحي؟ ادي الاخبار ايه؟ سيف زاهر بيراميدز مهتم بضم نجم وسط الاهلي اللي هو حمدي فتحي. اللي بعده، سيف زاهر بيراميدز يرغب في ضم نجم الاهلي صوره حمدي فتحي، تمام؟ بخلاف اللي هو قاله في التلفزيون. سيف زاهر بيراميدز يفاوض حمدي فتحي، واخدين بال حضراتكم؟ تمام. بيراميدز يخطط للتعاقد مع حمدي فتحي لاعب الاهلي، ادي الاخبار زي ما حضراتكم شايفينها كده، تمام. بيراميدز يستطلع راي الاهلي للتعاقد مع حمدي فتحي. ففي كل الاحوال، في كل الاحوال اللي انا عايز ااكده وعايز اعرف الكابتن سيف زاهر بيه، المفروض ان هو عارفه، ان هو اصلا ما فيش علاقه عشان يبقى في تعاون، ما فيش علاقه ما بين بيراميدز والاهلي عشان يبقى في تعاون. وبيراميدز لا يجرؤ، لا يجرؤ على تقديم اي عرض للتعاقد مع اي لاعب داخل النادي الاهلي. واضح الكلام؟ واضح الكلام. لا جس نبض بقى، ولا رسم قلب، ولا اي حاجه من الحاجات دي، مفيش الكلام ده خالص ولا عمره هيحصل. فدي كلها مجرد اخبار كاذبه واخده اتجاه معين ضد النادي الاهلي، والموضوع بقى مبالغ فيه. وانا يا جماعه امبارح طلعت مع حضراتكم بالراحه كده قلنا ان الموضوع التاني اللي هو قاله اول امبارح ده مش حقيقي، وهو واضح ان في اثاره عايز يعملها تجاه النادي الاهلي ولاعبيه، وعايز يهز استقرار الفرقه. ليه الاهلي يبقى مستقر؟ الاهلي الحمد لله طول عمره مستقر، بس ليه الدنيا تبقى ماشيه كويس كده؟ ليه الاهلي ما شاء الله عنده قائمه كبيره من اللعيبه؟ ليه ما نعملش مشاكل؟ عايزين اي حاجه نتكلم فيها؟ ده كلام غير حقيقي. هيطلع بقى الكابتن سيف زاهر يقول لك ايه؟ انا اكبر اهلاوي في مصر، وانا الناس كلها عارفه ان انا اهلاوي. مع احترامي برضه كابتن سيف، انت مش اهلاوي، انت واحد كانت علاقتك كويسه بالنادي الاهلي عشان كان ليك علاقه قويه بمسؤول سابق محترم داخل النادي الاهلي، بس كده. لكن هنقعد نقول كل شويه انا اهلاوي انا اهلاوي بأماره ايه؟ ده مفيش اي حاجه تثبت كده. ما بقولكش ساند النادي الاهلي وانت في اعلام عام خالص. احنا هنا مثلا عندنا لوجو قناه الاهلي موجود، او لوجو النادي الاهلي موجود، وبنظهر من شاشه قناه الاهلي، فبالتالي طبيعي جدا جدا ان احنا نتكلم في حقوق النادي الاهلي وندافع عنها، الحاجات الحقيقيه ندافع عنها، وده حقنا وده دورنا، احنا اعلام فئوي. لكن واضح جدا جدا ان الموضوع في حاجه معينه، في هدف ما، الامور كلها بتدل على كده. وبعدين عايز افتكر حاجه يا جماعه، فكروني كده، هو مش كابتن سيف اللي قال، فاكرين بعد ما الاهلي خسر من الزمالك 3-1 في بطوله الدوري، الاهلي ماتش ما كانش موفق فيه، طلع قال لك ايه؟ قال لك الاهلي عنده مشاكل كبيره، الاهلي عنده مشكله في المكتب قبل الملعب. طب فين الكلام ده دلوقتي؟ مش هيطلع الكلام ده دلوقتي؟ هيتقال الاهلي عنده مشكله في المكتب؟ عمر ما هيتقال الاهلي عنده مشكله في المكتب. ليه؟ عشان الاهلي واخد الثلاثيه، دوري ابطال افريقيا وكاس ودوري مصري، وان شاء الله باذن الله في طريقه لحصد المزيد من البطولات، فهيبقى الكلام غير منطقي. لكن ساعتها كانت فرصه، يلا خلص على الاهلي، يلا قول الاهلي فرقه فاضيه، الاهلي مشكلته في المكتب قبل الملعب. قاعدين ندور على مشاكل المكتب مش لاقيينها، وقاعدين ندور على مشاكل الملعب شايفين ما شاء الله فرقه بتجيب بطولات ايه، فرقه ما شاء الله عليها. فبالتالي امر بقى مستغرب جدا. وانا ما عنديش مشكله يا كابتن سيف لو انت بتشتغل مع بيراميدز كمستشار اعلامي، مفيش مشكله، سواء متطوع او تتقاضى اجر، ده ما فيش مشكله فيه. لكن بعد اذن حضرتك ابعد عن النادي الاهلي وجمهوره. انت مسخر برنامجك لنادي معين واللعيب بعينه عشان ترفع عنه الضغوط، ده حقك مفيش مشكله، لكن ابعد عن النادي الاهلي.
ابعد عن جمهور النادي الاهلي، ما تحاولش انك تخلق ازمات للنادي الاهلي، ازمات كلها غير حقيقيه وغير واقعيه ومش موجوده على ارض الواقع. وما فيش يا جماعه، بص انا باكد لحضراتكم اهو، ما فيش اي تفاوض ما بين بيراميدز والاهلي بخصوص اي لاعب في الفرقه، لا حمدي بقى فتحي ولا غيره، لا حمدي فتحي ولا غيره، كل الكلام ده احلام. واضح ان الكابتن سيف زاهر، مع احترامي ليه، واضح جدا جدا انه بيتهيأ له حاجات، بيصحى من النوم بيتهيأ له ان فلان الفلاني ده ممكن يرجع الاهلي، بل الاحلام كمان بتزيد. تمام، ويقول لك ان في لعيب بيتم التفاوض معاه من بيراميدز والاهلي وفي تعاون هيحصل، فدي كلها احلام ما زي ما قلت لحضراتكم، امور غير واقعيه. انا مضطر اروح لفاصل سريع، بعد الفاصل عندي برضو كام جزئيه كده هتكلم فيها مع حضراتكم، وبعد كمان الاخبار اللي تتعلق بالنادي، استنوا. طيب بكره مباراه الاهلي والانتاج الحربي، مباراه غايه في الاهميه وفي اطار بطوله الدوري العام، والاهلي ماشي فيها بشكل مميز جدا، وصل ل 13 نقطه من 5 مباريات، أربع انتصارات وتعادل وحيد، فبالتالي إن شاء الله الأهلي يكمل انتصاراته بعد انتصاره الأخير على سيراميكا بنتيجة 2-0 من خلال الفوز على الإنتاج بإذن الله تعالى بكرة، يكون الفريق موفق في هذه المباراة. بالتالي الفريق بيواصل استعداداته للمباراة دي من خلال مران أخير، حضراتكم بتشوفوا بعض اللقطات ليه دلوقتي على الشاشة، ومران أخير بيستعد من خلاله النادي الأهلي لمواجهة الغد، وهي مواجهة غاية في الأهمية وغاية في الصعوبة، لأن فريق الإنتاج الحربي فريق مميز ودايما مبارياته مع النادي الأهلي بتبقى صعبه، وكمان على راس القياده الفنيه لفريق انتاج الحربي طبعا كابتن مختار احد ابرز المدربين في الكره المصريه. لكن احنا عايزين نعرف كواليس اكبر بتتعلق بمران الفريق النهارده واخر استعدادات النادي الاهلي لمواجهه الغد، علشان كده خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي علشان نطمن من خلاله على كل ما يتعلق بالفريق. يا شريف مساء الخير. مساء الخير عليك يا زميل امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل المران الاخير للنادي الاهلي اللي بدا في الثالثه والنصف طبعا استعدادا لمباراه الانتاج الحربي اللي هتكون بكره باذن الله على استاد الاهلي والسلام في السابعه والنصف، يا رب باذن الله يكون بكره يوم التوفيق مع النادي الاهلي وفوز على فريق الانتاج الكبير بثلاث نقاط اضافوا الى رصيد النادي الاهلي باذن الله. شريف، ايه ابرز الامور اللي تتعلق بالفريق النهارده، وتحديدا عايز اطمن على علي معلول بعد ما تعرض لكدمه امبارح، عايزين نعرف هل هو جاهز للمباراه ولا لا؟ اطمنك واطمن كل مشاهدي ومتابعي وكل جماهير النادي الاهلي، علي معلول شارك في المران بالكامل، علي معلول اعلن جاهزيته لمباراه الغد، يبقى بقى الرؤيه الفنيه لمستر بيتسو موسيماني، لو اختاروا في القائمه اللي هتعلن بعد قليل هيكون متواجد، ولكن من التمرين اللي شاهدته النهارده وكان بالمناسبه تمرين مغلق لكل اعضاء النادي الاهلي، ولكن شاهدت اجزاء كثيره منه، علي معلول شارك التكتيك بتاعه النهارده كله، فيبدو ان علي معلول هيكون باذن الله بكره موجود مع فريق النادي الاهلي. التمرين كان الساعه 3:30، يمكن من قبله كان في محاضره فنيه لمستر موسيماني مع اللاعبين، يمكن اتفرجوا فيها على جزء من مباريات الانتاج الحربي، الخطوره ونقطة الضعف والخطوره طبعا لفريق الانتاج الحربي، وحذر من فريق الانتاج الحربي طبعا بيقوده مدير فني كبير هو الكابتن مختار، يمكن الفريق اتفرج على حوالي نص ساعه من مباريات الانتاج الحربي، وباذن الله لو نفذوا التكتيك اللي النهارده عمله مستر موسيماني في المران هيكون الفوز من نصيب النادي الاهلي. يمكن المران بدأ النهارده ببعض الأحمال البسيطة جدا، وبدأ يشتغل بقى تكتيك للمباراة، الجمل الفنية، وحفظ كل اللاعبين اللي هينفذوه بكرة بإذن الله في المطلوب، جرب أكثر من لاعب في أكثر من مكان، يبقى التوفيق فقط بإذن الله يكون حليف النادي الأهلي. يمكن الكل شارك النهارده في المران باستثناء اللاعب مروان محسن اللي كان بيأدي التدريب التأهيلي عشان خاطر يجاري لاعبي الأهلي في الفترات المقبلة يكون بدنيا جاهز، ولكن الكل شارك النهارده المران كان حوالي في 24 25 لاعب النهارده، الكل النجوم النادي الاهلي النهارده مشاركين طبعا باستثناء محمد محمود اللي كان بيجري التدريبات التاهيليه هو وكريم ندفيد ومروان في قرب وخلاص، محمد محمود قرب، كريم قرب، خلاص بتتكلم الشهر ده باذن الله هيكونوا موجودين، وباذن الله الشهر الجاي باذن الله يكون محمود متولي موجود مع باقي الزملاء، يا رب باذن الله تكمل القائمه كده بدون اصابات وتكمل على خير باذن الله نهايه الموسم، موسم صعب، توالي مباريات، ضغط مباريات كل 3 4 ايام مباراه، يا رب باذن الله تكون او يكون اللي جاي افضل للنادي الاهلي. نتائج تحاليل الرابيد تيست بتاعت امبارح يا شريف طلعت خلاص والكل الحمد لله سليم، مفيش كورونا في النادي الاهلي الحمد لله في الفرقه.
الحمد لله، يمكن منذ فترة طويلة الأهلي بيعلن زيرو إيجابية كورونا، يا رب بإذن الله تفضل على كده. هوت الحمد لله الأهلي بيحاول ينبع اللاعبين في كل مكان تطبيق الإجراءات الاحترازية في النادي الأهلي، بتطبق بكل احترافية، ولكن اللاعب خارج النادي محدش بيبقى مراقبه، ولكن المدير الكرة الكابتن سيد بيحاول هو والدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق إن ينبع اللعيبة باستمرار، محدش يصور كتير مع المعجبين، وهتضطر تصور يكون الكمامة على وجهك، ما تقلعش الماسك خالص. يا رب بإذن لاعبي النادي الاهلي تطبق هذه الاجراءات الاحترازيه عشان يعفوا جميعا من مرض كورونا. طيب ما شاء الله لا قوه الا بالله، الفرقه كلها جاهزه ومتاحه بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني، هل ده بيسبب حيره فنيه تعتبر لذيذه نوعا ما بالنسبه للمدير الفني من خلال متابعتك يا شريف، ولا هو بيفكر ان هو يتعامل مع الجزئيه دي تحديدا ازاي، خصوصا الاهلي بيمتلك ما شاء الله قائمه مميزه جدا من اللاعبين طالما كلهم جاهزين، فانت اكيد هتبقى بتفكر كتير تلعب بمين ولا بمين يعني. قعدت النهارده اتابع لاعبي النادي الاهلي، ما شاء الله في كل مكان في 2 لعيبه وثلاث لاعبين، الراجل في حيره دلوقتي هيلاعب مين بكره. النهارده جرب في اليمين كذا لاعب، في الشمال كذا لاعب، في الديفندرات، في السردباكات، في الهجوم، في الاطراف، الراجل جرب لعيبه كتير النهارده، استقر طبعا، ولكن جرب قبل ما يستقر على التشكيل، ولكن كان في حيره النهارده المستر بيتسو موسيماني، الجاهزيه ما شاء الله كتيره جدا، بتبقى كروت مميزه للمدير الفني، ولكن تبقى الحيره بقى مين يقدر ينفذ، مين يقدر يكون التوفيق معاه اللي يثق فيه مستر موسيماني ويديله بكره باذن الله، ولكن باذن الله ربنا يوفقه في اختيار 11 لاعب بكره يمثلوا النادي الاهلي. النادي الاهلي كمان او بعد قليل هيتجه الى فندق الاقامه الموجود في التجمع الخامس، طبعا قريب من ملعب الاهلي والسلام بحوالي 20 25 دقيقه باذن الله. الاهلي هيستعد للمغادره بعد قليل بعد صلاه المغرب، هيغادروا على طول في حافلتين، حافله للاعبين وحافله للجهاز طبقا للاجراءات الاحترازيه اللي الاهلي بيتخذها طبعا عشان سلامه اللاعبين. جاهزيه عمرو السوليه، ما مدى جاهزيته للمواجهه بتاعه الغد باذن الله؟ هل هو خلاص بنسبه 100% يقدر يشارك، ولا لسه محتاج بعض الوقت عشان يستعيد فورمته البدنيه، خصوصا ان هو كان لسه راجع من الاصابه بفيروس كورونا؟ اتعمل له عمرو السوليه برنامج تاهيلي الفتره الاخيره ونفذه على اكمل ما يكون، النهارده بيشارك في المران كامل واعلن جاهزيته لمباراه الانتاج الحربي. نتمنى له كل التوفيق ولكل زمايله في الفرقه. يا شريف انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي واللي كان معانا على الهواء مباشره من استاد مختار التتش، وطمنا على كل الكواليس اللي بتتعلق بفريق النادي الاهلي في مرانه الاخير النهارده قبل مباراه الغد اللي هتكون في تمام الساعه 7:30 مساء على استاد الاهلي والسلام امام فريق الانتاج الحربي. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. هروح لفاصل، بعد الفاصل في تفاصيل أخرى بتتعلق بالنادي الأهلي وتعليق على بعض الأخبار على السوشيال ميديا. استنونا. أخبار الأهلي في ترند الأهلي النهاردة وإيه اللي اتكتب عن النادي في السوشيال ميديا، ابتدي بالوطن سبورت وحسابهم الرسمي على تويتر، واللي بيقولوا إن في قلق بسبب إصابة علي معلول قبل مواجهة الإنتاج الحربي. إحنا خلاص أكدنا لحضراتكم من خلال زميلنا العزيز شريف شعبان إن علي معلول جاهز لمواجهة الغد، وطبق الرؤية الفنية خاصة بالمدير الفني بخصوص إشراكه في المباراة أو لأ. خلينا نروح لحساب مبتدا على تويتر واللي بيقول كمان وبيأكد ان غياب معلول يجبر موسيماني على تعديل الخطه امام الانتاج. هم هنا كانوا بيتوقعوا ان علي معلول هيغيب، لكن الواضح ان بنسبه كبيره جدا علي معلول هيكون متواجد في قائمه الفريق اللي هتخرج خلال دقائق من دلوقتي، ولو خرجت في اي لحظه اكيد هنقولها لحضراتكم. فهم هنا كانوا بيتوقعوا ان علي معلول لو مش هيلعب يعني هيبقى متواجد ايمن اشرف كظهير ايسر، وبالتالي يدخل ياسر ابراهيم جنب بدر بنون في هذه المباراة، لكن طبقا برضو للمعطيات والأخبار الجديدة إن علي معلول موجود. وده اللي بيقوله كمان حساب الأهلي دوت كوم على فيسبوك، واللي بيقول أنباء صرع عن علي معلول بعد إصابته في مران الأحد، وقالوا إن الإصابة بسيطة وده حقيقي، وهي كانت عبارة عن كدمة مش قوية قوي، فبالتالي إن شاء الله اللاعب ممكن يكون متواجد. طبعا الحديث عن علي معلول لازم يبقى كتير، لأنه أحد أبرز نجوم النادي الأهلي في الحقيقة، ولاعب مؤثر جدا وركيزة أساسية في تشكيل النادي الأهلي، فبالتالي لما يبقى فيه إصابة حتى لو خفيفة لعلي فالكل بيحاول يتابع مدى تطور هذه الإصابة ومدى جاهزية اللاعب للمباراة المقبلة، لكن احنا طمنا حضراتكم بخصوص هذه الجزئية. لكن نرجع للوطن سبورت على تويتر، واللي بيقولوا ان مروان محسن خارج مباراة الأهلي امام الانتاج الحربي، وده هيكون لو مروان فعلا بره القائمة اللي هتعلن خلال دقايق هيبقى بسبب ان مروان مش جاهز بدنيا لهذه المباراة. مروان طبيا خلاص اصبح جاهز، كورونا مشيت من عنده خلاص تمام، ما فيش اي حاجة، لكن بإذن الله هنشوف ايه اللي هيحصل، ولو تم استبعاد مروان هيبقى بسبب عدم الجاهزية التامة لخوض اللقاءات مع الفريق. طيب
نروح لبوابه الاهرام واللي بتقول كواليس جلسه بقاء صلاح محسن في الاهلي، والكلام كان كتير جدا بخصوص هذا الجانب. وبمناسبه الخبر ده انا عايز اؤكد على حضراتكم ان خلاص احمد ياسر ريان لاعب النادي الاهلي انتقل لفريق سيراميكا كليوباترا على سبيل الاعاره حتى نهايه الموسم، وبالتالي برضو صلاح محسن هيكون موجود، ما فيش اي مشكله خالص. وما اعتقدش، الله اعلم اتجاهات ايه، لكن الاقرب ان صلاح محسن ممكن يكون موجود وهيبقى مكمل مع النادي الاهلي، لان انت هتبقى محتاج كل لاعب الفتره اللي جايه اللي هيبقى فيه ظروف طبعا كورونا وظروف استثنائيه احنا بنمر بيها، وفي عدد كبير من البطولات والتحديات اللي الاهلي بياخدها. فبالتالي صلاح محسن موجود، مفيش اي مشكله، ولاعيب مميز. وبالمناسبه مستر بيتسو موسيماني مقتنع باللاعب، يعني شايف ان قدراته جيده، محتاج ممكن يكون يطور نفسه في بعض الجزئيات دي، امور فنيه بقى خاصه بالمدير الفني واللاعب. يعني حساب يلا كوره على تويتر وبيقول ان بقاء صلاح ومروان بين صفوف الاهلي بيأكدوا الخبر وسر مستند بادجي، بيتكلموا عن ان صلاح خلاص موجود. مروان اصلا يا جماعه لم يطرح امر خروجه من النادي الاهلي على سبيل الاعاره لحاجه المدير الفني لجهوده، لاعب جيد مميز ممكن يكون في بعض الفترات مش موفق، لكن يبقى لاعب جيد مروان محسن ولاعب دولي. لكن هنا كمان بيتكلموا على مين؟ على مستند بادجي، ان يقال طبقا للخبر ان امير توفيق اتفق مع بادجي لما تم استبعاده من القائمه ان هو يمضي، ان استبعاده من القائمه دي بموافقته وبرغبته، مفيش اي مشكله خالص عشان ما يحصلش اي ازمات او حاجه. والراجل في الحقيقه كان متفاهم جدا في امر خروجه من النادي الاهلي واعارته لاحد الفرق التركيه تحديدا انقره يعني، فبالتالي الامور طبيعيه جدا مفيش اي مشكله يعني. ومسؤولي النادي الاهلي بيعرفوا يتعاملوا في مثل هذه الملفات بشكل احترافي جيد جدا. بوابه الاهرام حسابهم على تويتر بيقولوا بعد الثلاثيه محمود كهربا يبحث عن انجاز جديد مع الاهلي، ما شاء الله لا قوه الا بالله عليه. كهربا ماشي بخطى ثابته، اهداف كل مباراه بسم الله ما شاء الله، مستنيين منه كتير كمان، متفائلين وواثقين فيه جدا جدا جدا. هنا بيتكلموا على تحدي خاص بكهربا هو انه يبقى هداف الدوري هذا الموسم. ما اعتقدش ان كهربا حاطط التارجت ده او الهدف ده بالنسبه له كحاجه اساسيه اكتر من الاهداف الجماعيه للفرقه وحصد الالقاب المختلفه، لكن ليه لا ما يبقاش هداف الدوري، خصوصا ان هو عنده اربع اهداف دلوقتي من هو لعب مع الاهلي خمس مباريات تحديدا، غاب عن مباراه بسبب كورونا، فقدر ان هو يحرز اربع اهداف وساهم في هدف اخر. فنتمنى كل التوفيق طبعا لنجمنا محمود عبد المنعم كهربا، احد ابرز اللاعبين في صفوف الفريق خلال الفتره الحاليه. هروح لفاصل بعدين نكمل فقرات الحلقه، يلا بينا. الاخبار العالميه من خلال الترند العالمي، في بعض الامور الهامه جدا، ونبتدي بنجمنا المصري محمد صلاح من خلال حساب انفيلد ووتش على تويتر، واللي بيقول ان وضع النجم المصري محمد صلاح هادئ، ان مفيش اي مشاكل دلوقتي بعد الكلام الكتير اللي كان اثير الفتره اللي فاتت، وان ليفربول خلال الوقت الحالي عنده اولويات. هو هيتم تجديد عقد صلاح او هيتم التطرق لهذا الملف، لكن عنده اولويات الاول هو اللي هيتطرق ليها، وهي فيما يتعلق بتجديد تعاقد كل من فيرجيل فان دايك وروبرتو فيرمينو. فبالتالي بيقول لك بعد ما يخلصوا الملفات دي هيروحوا لمحمد صلاح يفتحوا معاه ملف تجديد التعاقد، لكن هم واثقين وعندهم ثقه كبيره جدا ان محمد صلاح هيكون متواجد معاهم فيما هو قادم من مواسم كتيره مع فريق ليفربول، وهو كميته ماشيه مع ليفربول يعني، الله اعلم تفكير صلاح هيكون عامل ازاي خلال الفتره الجايه. لكن خلينا نروح لحساب توتنهام على تويتر، واللي بيقول انه تم توفير مجموعه من قمصان الفريق لاعطاء الفريق ماريني احد انديه الدرجه الثامنه بعد ما فازوا عليهم امبارح توتنهام بنتيجه 5-0 في كاس الاتحاد الانجليزي. هم خدوا التيشيرتات دي كتذكار ليهم لتلك المباراه التاريخيه واللي ممكن ما تتكررش تاني في العمر، لان الفريق بيلعب في الدرجه الثامنه، صعب جدا ان هو يعني يلاعب توتنهام تاني الا لو في كاس الاتحاد الانجليزي مره ثانيه يعني. لكن في كل الاحوال دي لقطات من هذه المباراه بالامس، انتهت بفوز توتنهام بنتيجه 5-0 وتاهل بالتالي للادوار المقبله في هذه البطوله، احد اقدم البطولات في انجلترا. الفرقه اعتقد لعبت ماتش جيد، فبالتالي في كل الاحوال كان صعب جدا ان هم يتفوقوا على فريق بيلعب في البريمير ليج وهو فريق توتنهام بمدرب كبير جدا سبيشال وان جوزيه مورينو وبعض العناصر، رغم ان طبعا ان توتنهام ما لعبوش بالفرقه الاساسيه يعني كلها، لكن طبيعي جدا وبديهي ان هم يفوزوا بهذه النتيجه على فريق ماريني احد فرق الدرجه الثامنه في انجلترا. دي اهداف المباراه، اعتقد ده لوكاس مورا طبعا هدف مميز جدا واحد اللاعبين المميزين في الحقيقه، واعتقد ديلي علي كمان شارك في هذه المباراه رغم ان هو غايب بقاله فتره ومش في حسابات جوزيه مورينيو بالشكل الاساسي، وكمان في كلام على انه يروح باريس سان جيرمان مع بوكيتينو بعد التعاقد
مع هذا المدرب من قبل اداره باريس سان جيرمان، وكان كميته ماشيه جدا مع بوكيتينو لما كان ماسك توتنهام في فتره من الفترات او المواسم السابقه يعني، وصل معاهم لنهائي الشامبيونز ليج. لكن في كل الاحوال بيطمن جوزيه مورينيو من خلال هذه المباراه بشكل جيد جدا على فرقته قبل المباريات المقبله في بطوله الدوري. طيب خلينا نروح لجزئيه اخرى وهي بتتعلق بصفحه يلا كوره على فيسبوك، واللي بتقول ان رابطه الدوري الانجليزي تدرس تاجيل مباراه توتنهام واستون فيلا في الدوري بسبب كورونا. واضح ان في بعض الاصابات المتواجده في صفوف الفرقتين، فلسه بيدرسوا الوضع هيكون عامل ازاي، وبناء عليه وبناء على هذه الدراسه سيتم اتخاذ القرار الانسب بخصوص هذه المباراه سواء تلعب او لم تلعب. فهنشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه، وكورونا في الحقيقه معطله امور كتير جدا جدا على مستوى العالم، ان شاء الله فتره وتعدي على خير. طيب خلينا نروح لحساب سكاي سبورتس على تويتر، واللي نشر تصريحات لسولسكاير طبعا مدير الفني النرويجي لمانشستر يونايتد واحد ابرز اللاعبين في تاريخ هذا النادي، واللي بيتكلم على انه بيتمنى ان بول بوجبا وفيكتور ليندلوف ولوك شو يلحقون بمباراه ليفربول المقبله. واضح ان هم عندهم بعض الاصابات اللي يعني معطلهم شويه عن خوض التدريبات مع فريق مانشستر يونايتد، لكن في كل الاحوال لسه هنشوف هيقدروا يلعبوا مباراه مانشستر يونايتد وليفربول ولا لا. هم عناصر اساسيه ومهمه، خصوصا بول بوجبا الفتره اللي فاتت ماشي بشكل جيد جدا مع مانشستر يونايتد بعد الانباء الكثيره جدا اللي خرجت عن رحيله عن صفوف النادي واهتمام ريال مدريد وامور شبيهه للجزئيه دي يعني. طيب نروح لحساب ميرور على تويتر، واللي نشر تصريحات لارتيتا المدير الفني لارسنال واللي دافع عن نيكولا بيبي لاعب الفريق بعد انتقاده من قبل الجماهير بسبب مستواه في المباريات الاخيره. في الحقيقه بيبي من ساعه ما راح فريق ارسنال مش بيقدم المستويات المطلوبه والمتوقعه، خصوصا هو كان متالق جدا في الدوري الفرنسي والناس كلها توقعت انه يتالق كمان مع ارسنال، يعني مستواه متذبذب على فترات يبقى جيد وفترات اخرى يبقى مستواه بعيد. ففي انتقادات كتير تجاه اللاعب من قبل جمهور ارسنال، لكن ارتيتا بيدافع عن اللاعب وده دور المدير الفني طبيعي ان هو يقف جنب لاعبه. لكن في الحقيقه جمهور ارسنال لو عايز ينتقد هينتقد الفرقه كلها، لان ارسنال في الحقيقه مش قادرين يستفيقوا ابدا ابدا بقالهم اكثر من موسم يعني. فهنشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه بخصوص فريق ارسنال. نروح لحساب اس على تويتر، واللي بيقول ان اتلتيكو مدريد يحسم صفقه موسى ديمبلي قادما من ليون الفرنسي واحد ابرز المهاجمين بالمناسبه في فرنسا، ولاعب هداف ولاعب مهم جدا جدا في صفوف ليون. الصفقه خلاص اوشكت على الانتهاء بالشكل الرسمي، وخلال اعتقد ايام قليله جدا هيتم الاعلان الرسمي عن هذه الصفقه. اكيد هتبقى صفقه مهمه جدا ومفيده لاتلتيكو مدريد، وهيكون لاعب بجوار لويس سواريز طبعا اللي استفاق جدا جدا مع فريق اتلتيكو مدريد بعد رحيله عن برشلونه. طيب خلينا نروح لخبر اخر من خلال اس اريبيا، واللي كمان بيتكلم عن البرتغالي رونالدو مهاجم يوفنتوس الايطالي، واللي بيقول انه رفع رصيده من الاهداف الى 759 ويتقاسم مع جوزيف بيكن الهدف التاريخي لكره القدم، ده بعد ما قدر رونالدو ان هو يحرز هدف بالامس. فاعتقد ان هو هيكسر هذا الرقم رونالدو، طبيعي جدا ما تقول رونالدو طبيعي هتفتكر الاهداف على طول يعني. فما شاء الله عليه رونالدو كل المباريات لازم بيحرز فيها اهداف، دي هايلايتس من المباراه بالامس مباراه يوفنتوس وساسولو اللي انتهت بفوز اليوفي. ده دانييل وجون حلو قوي بصراحه من دانييل، كان لاعب في ريال مدريد ولاعب اعتقد في مانشستر سيتي كمان بشكل جيد. ففي كل الاحوال كريستيانو رونالدو حاطط لنفسه اهداف كده بيحاول وبيسعى بكل قوه انه يحققها بالشكل الامثل عشان يكتب اسمه بحروف من ذهب. هو كده كده اسمه مكتوب بحروف من ذهب بصراحه في تاريخ الكوره العالميه، لكن هو دايما بيحب يحطم الارقام القياسيه، ودي ظاهره دايما مش هتقدر تشوفها كل سنه او مش هتقدر تشوفها كل فتره كبيره. الجيل الحالي محظوظ جدا ان هو عاصر رونالدو وميسي بكل تأكيد، اثنين من الأساطير المهمة جدا اللي صعب نشوف زيهم بعد كده. دي أهداف المباراة وبعض اللقطات اللي بتتعلق بمباراة ساسولو ويوفنتوس بالأمس. المباراة انتهت كام يا جماعة؟ هو النتيجة دلوقتي 1-1، خلصت 3-1 لفريق يوفنتوس. ده هدف لرامسي طبعا أحد نجوم أرسنال السابقين ونجم يوفنتوس الحالي. فبالتالي اليوفي ابتدى يعني يرجع لمستواه وابتدى يأمل في المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم. فأدي رونالدو ده هدف رونالدو التاريخي، طبعا هدف تاريخي لأنه عادل خلاص
الرقم بتاع جوزيف بيكن ب 759 هدف. طيب خلينا سريعا بعد ما خلصنا الترند العالمي نروح لتفاعل حضراتكم، وكان سؤال الحلقه النهارده بخصوص سر التسعه، في راي حضراتكم ايه هو سر التسعه؟ فده كان سؤال طرح من خلال حساب النادي الاهلي الرسمي امبارح على صفحاته على السوشيال ميديا، والكل دخل كتب تعليقاته بتحديدا فيما يتعلق كمان بالجهاز الفني واللاعبين. ونبتدي بمستر بيتسو موسيماني اللي بيتكلم وبيقول ان اللاعبون الحاليون يريدون كتابه تاريخهم وهم متعطشون للنجاح، وده كان سر من اسرار التسعه. كمان خلينا نروح لمحمد الشناوي نجم حراسه مرمى النادي الاهلي، وقال روح الفانيلا الحمراء هي سر التسعه. كمان مؤمن زكريا نجمنا الكبير واللي بنتمنى له الشفاء والعوده باذن الله، قال حط هاشتاج سر التسعه بس وكتب جنبيه مؤمن زكريا. كمان سعد سمير احد نجوم النادي الاهلي قال الاصرار هو سر التسعه. عوامل كتير جدا في الحقيقه ادت لفوز النادي الاهلي بهذه البطوله. كمان محمد هاني قال العزيمه هي سر التسعه. عمرو سوليه قال الروح هي سر التسعه، وكمان ايمن اشرف قال الروح برضه هي سر التسعه. في الحقيقه كان في روح واضحه جدا عند اللاعبين في مباريات البطوله، بطوله دوري ابطال افريقيا. حمدي فتحي قال القتال والعزيمه هما سر التاسعه. فبالتالي دي كانت تعليقات اللاعبين، عايزين بقى نشوف تعليقات الجمهور ورايهم في ايه هو سر التسعه. نبتدي باسامه فراج واللي قال إدارة واعية وكفاح لاعبين ودعاء الملايين، طبعا دي كل دي عوامل أدت للفوز بالبطولة. محمد حمدي نصر قال السر هو القاضية ممكن، وهدف محمد مجد أفشة طبعا هدف مهم جدا. ومحمد بكار قال الإدارة ثم الإدارة. دي كانت تعليقات الجماهير بعد كمان تعليقات اللاعبين على إيه هو سر التسعة، وكانت فرحة لا توصف. وبإذن الله بإذن الله الأهم ان انت بتركز في اللي جاي، البطولات اللي جايه. الاهلي بيفكر في العشره، مش بيوقف عند بطوله لوحدها، او سواء بطوله محليه او بطوله افريقيه. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله. الى اللقاء.